يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان وحلقه جديده من برنامج الترند حلقه مهمه في مستهل هذا الاسبوع اخبار عديده وتفاصيل اكثر بتخص جوانب كتير جدا سواء محليا عالميا وقبل كل ده كل جديد بيتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي واخر اخباره وتفاصيله وكواليسه زي ما حضراتكم متعودين دايما مننا، لكن اكيد بننتظر تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه اليوم والسؤال بيتعلق بالكره الذهبيه بعد اعلان 30 لاعب مرشح للفوز بالكره الذهبيه بالامس من فرانس فوتبول فبتتوقعوا مين نجمنا طبعا المصري العالمي محمد صلاح موجود في القائمه دي والاول مره ميسي بيغيب بعد حوالي 17 سنه متتاليه موجود في القائمه المكونه من 30 لاعب لكن رونالدو في المقابل مستمر في القائمه دي للمره ال18 على التوالي وده رقم ما حصلش قبل كده بالتحديد بعد ما ميسي خرج منها فهنستنى رايكم وتتوقعوا مين هو اللي يفوز بالبالون دور هذا الموسم من خلال صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام وهناخد تفاعلكم في الجزء الاخير من الحلقه كما هو المعتاد لكن في البدايه كالعاده خلينا نبتدي باهم وابرز العناوين تعالوا نشوف. في ترند الاهلي الفريق واصل تدريباته استعدادا للمرحله المقبله. وفي الترند العالمي فيتوريا يطالب بقيد 25 لاعبا فقط في قائمه كل فريق صعبه شويه. اما في الترند العالمي صلاح ضمن قائمه المرشحين للفوز بالكره الذهبيه نتمنى له كل التوفيق يا رب. طيب خلينا نتكلم على ابرز مباريات اليوم النهارده في ماتشات كتير جدا في الدوري الانجليزي اليوم السبت تبقى دايما في ماتشات وفي مختلف الدوريات اللي هتنطلق وهتبتدي الموسم الجديد بتاعها بتحديد الدوري الاسباني خلينا نبتدي بالدوري الانجليزي النهارده استون فيلا لعب الساعه واحدة ونص في مباراه مع ايفرتون ايفرتون طبعا بيخسر المره الثانيه على التوالي زي ما حضراتكم كده شايفين النتائج على الشاشه واستون فيلا بيحقق اول فوز ليه بعد ما خسر في الجوله الاولى من بورنموث بنتيجه 2-0 النهارده بيفوز بنتيجه 2-1 وربنا يسامحه لوكاس دين جاب هدف في نفسه فبالتالي خلى ماتي كاش راجل عندي في في التشكيله بتاعتي في الفانتزي خسر اربع نقط بقى نقطتين بدل سته فيعني في دي النتيجه بتاعت المباراه دي لكن في عدد من المباريات كمان بتتلعب في اللحظات اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم وانطلقت بالظبط في تمام الساعه الرابعه عصرا ارسنال بالشكل الجديد وبروحه الجديده متقدم على ليستر سيتي بنتيجه 2-0 في الشوط الاول احرزهم خيسوس لاعب اللاعب البرازيلي القادم من مانشستر سيتي وهذا اللاعب المميز والمهاجم الجيد جدا بيبتدي اهدافه ومسيرته التهديفيه مع ارسنال من خلال هدفين النهارده على ملعب ارسنال ووسط الجماهير ف2-0 الشوط الاول خلص في المقابل برايتون مع نيوكاسل تعادل سلبي الشوط الاول انتهى مانشستر سيتي متقدم في حفله على بورموس الشوط الاول بس 3-0 احرز الاهداف جوندوجان دي بروين وفودن هالاند هتقولوا لي جاب اهداف ولا لا ما جابش لكن عمل اسيست الهدف الاول لجوندوجان واغلبيه الناس في الفانتزي مكابتنين هالاند طيب الماتش اللي بعد كده ساوثامبتون مع ليدز يونايتد الشوط الاول خلص بالتعادل السلبي والبرهامتون مع فولام الشوط الاول ايضا خلص بالتعادل السلبي دي الماتشات اللي ابتدت الساعه 4 لكن الساعه 6:30 في ماتش قوي جدا ما بين برينتفورد ومانشستر يونايتد المباراه هتكون مهمه لمانشستر يونايتد اللي خسر في الجوله الاولى على ملعبه بنتيجه 2 واحد فبالتالي محتاج جدا جدا ايريك تين المدير الفني الهولندي الجديد ان هو يبتدي يعود للانتصارات في بدايته في الموسم الجديد مع مانشستر يونايتد اللي دايما بيمر بازمات مؤخرا ده بخصوص الدوري الانجليزي. طيب الدوري الاسباني البطوله ابتدت امبارح بالتحديد النهارده استكمال للجوله الاولى سيلتا فيجو بيلعب في وانا بتكلم مع حضراتكم مع اسبانيول تعادل سلبي 0 0 الماتش ده كان ابتدى بالظبط الساعه 5 يعني من اربع دقائق فاتوا بلد الوليد مع فيريال ماتش الساعه 7 برشلونه بشكله الجديد كمان والصفقات وليفاندوسكي بقى وعندك ورافينا وعندك اسماء كتيره وكيسي وناس كتير قوي قوي برشلونه جابهم هيلعبوا مع رايو فايكانو الساعه 9 بالليل فاعتقد المباراه دي هتشهد متابعه كبيره جدا دي مباراة الدوري الاسباني وبكره ريال مدريد هيبتدي مبارياته في الموسم الجديد طيب الدوري الايطالي ميلان مع اودينيزي الساعه 6:30 في نفس التوقيت سامدوريا مع اتلانتا والساعة تسعة إلا ربع مونزا مع تورينو وفي نفس التوقيت ليتشي مع إنتر دي أيضا الجولة الأولى من دوري الإيطالي دوري الفرنسي في الجولة الثانية موناكو مع رين مباراة ابتدت والتعادل السلبي بدون أهداف في اللحظات دي وباريس سان جيرمان مع مونبلييه ماتش الساعة تسعة بالليل دي اهم ابرز المباريات وطبعا عوده الدوريات في اوروبا دي بتبقى حاجه ممتعه ومثيره للغايه وتحس ان انت بتتفرج على كرة حقيقيه يعني فاكيد متعه كبيره جدا في مختلف الدوريات وبالتحديد الدوري الانجليزي يعني. دي اهم وابرز المباريات، خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندنا كلام كتير مهم جدا هنتكلم فيه فاستنونا ده. يلا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، خلينا نتكلم على بعض الامور المهمه بالتحديد اللي بتتعلق بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي واللي مؤخرا الامور ابتدت يعني بشكل او باخر تتظبط شوية على الصعيد الفني وعلى صعيد النتائج بعد فترة كانت مليئة بالإخفاقات سواء من خلال خسارة قدام الزمالك في نهائي كاس مصر خسارة قدام بيراميدز كمان في مباراة كانت مهمة جدا في مشوار بطولة الدوري لكن هي كانت مرحلة صعبة على الفريق يعني عوامل كتير جدا أثرت على الفرقة اتكلمنا فيها مرارا وتكرارا وقلنا كمان أنه ممكن يكون في تقصير بشكل أو بآخر وممكن يكون في أخطاء موجودة برضو بشكل أو بآخر وده اللي قاله الكابتن محمود الخطيب في كلمته الأخيرة لكن الأهم دايما أنت زي تعالج أخطائك وإزاي تبقى عارفها أصلا عشان تعرف تعالجها ومجرد بس أن أنت تبقى ملم ومدرك السلبيات اللي عندك فدي بداية الإصلاح السريع كمان بالنسبة للنادي الأهلي وده اللي احنا تعودنا عليه دايما داخل النادي على مدار التاريخ في الحقيقة الانكسارات أو التعثرات أو الكبوات في النادي الأهلي بتبقى قليلة ليه؟ لأن الناس صريحة مع نفسها على مدار مجالس الإدارات المختلفة، الناس تبقى صريحة مع نفسها. إحنا الفترة دي وحشين؟ أه يا جماعة إحنا وحشين بصراحة مش هنكابر. أخطأنا إيه؟ واحد اتنين ثلاثة. طب هنعالج إزاي؟ من خلال الطرق دي والسبل دي. يبقى إن شاء الله هنعالج هنعالج بسرعة ويستفيق الأهلي سريعاً، وده اللي هيحصل بإذن الله، وأنا بقول لكم ترقبوا الأهلي في الموسم الجديد. بشكله الجديد بعناصر إضافية بالعناصر اللي خدت راحة دي عناصر كلها مهمة جدا وعندها تاريخ مع النادي الأهلي بالعناصر الشابة فهتلاقوا توليفة حلوة قوي للأهلي اسمع مني هتلاقي توليفة حلوة قوي للأهلي الموسم الجديد وهتلاقوا شكل مغير تماما عن الفترة اللي فاتت كلها والأهلي على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا الأهلي ما ريحش الفرقة ما ريحتش لكن في الفتره دي لا في عناصر اللي كانت محتاجه الراحه بتريح في نفس الوقت انت بتستكشف عناصر شابه وفي عناصر منهم مبشره جدا في نفس الوقت في لعيبه اصحاب خبرات ما كانوش عندهم فرص ان هم يشاركوا فترات كبيره فاتت بيشاركوا دلوقتي ومتألقين ويقدوا باداء جيد جدا فان شاء الله باذن الله الموسم الجديد هيكون مغير بالنسبه للنادي الاهلي عايز اتكلم بالتحديد عن اخر ماتشين الاهلي لعب الاتحاد فاز 3-0 باداء كان مميز جدا ومقنع جدا وده نتيجه كبيره على فريق كبير زي الاتحاد السكندري في مباراه شهدت تالق عدد من العناصر الشابه وايضا من العناصر الكبيره واصحاب الخبرات في الفرقه لكن كانت بدايه عوده الروح بالنسبه للنادي الاهلي التاكيد على عوده الروح كان من خلال المباراه الاخيره كمان قدام المصري بورسعيد كسبت 2-0 الاداء اه ما كانش قوي وانا يعني في المرحله اللي زي دي احنا مش مستنيين اداء بصراحه اه مستني نتائج مستني ان ان الامور او يعني عايز اقول ايه التعثرات ما تبقاش اكتر من كده فانك تكسب المصري فرقه تقيله فرقه قويه معاها جهاز فني قوي تكسب 2-0 فدي حاجه كويسه في ظل الظروف اللي انت فيها دلوقتي طبعا مش هي دي احلام الاهلي بس ولا هي دي طموحات جماهيره بس لكن هي مرحله من المراحل لازم انت تمر بيها وتحاول تخرج منها بسرعه زي ما احنا اتكلمنا لكن انتصارين كانوا مهمين جدا للنادي الاهلي مهم قوي 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 ان الجهاز الفني يبني عليهم اللاعبين يستعيدوا ثقه كبيره ونسبه كبيره قوي من الثقه خلال ما تبقى من مباريات في هذا الموسم ايا كان بقى صعيد كاس مصر لو الاهلي هيلعب على حسب رؤيه الاداره او على صعيد بطوله الدوري والمباريات المتبقيه للاهلي فبالتالي مرحله انت هتستفاد منها لها اهداف مختلفه المنافسه على البطوله خلاص بقت صعبه الزمالك بيقرب جدا من بطوله الدوري لكن انت ليك اهداف مختلفه عشان تقدر تبني على المكاسب اللي هتكسبها من المرحله دي للموسم الجديد فالدنيا تكون افضل بكتير وبمراحل باذن الله معاك السنه الجايه فانا عاجبني قوي الانتصارين اللي فاتوا بـ بـ بجوانب اخرى مهمه ومكاسب كتيره ابرزها ان انت ما تدخلش فيك اهداف بقالك ماتشين في الدوري أو أكتر، لا بالك أكتر، أنت ماتش فاركو حتى اللي اتغلنا فيه هدف فضيحة، في فضيحة. في آه ما دخلش فيك أهداف، ماتش المقاولين ما دخلش فيك أهداف واللي ما تحسبلناش ضربة جزاء فضيحة في فضيحة برضه. فالأهلي ما بيتلقاش أهداف في مرمى، لكن دايماً الأهم أنك تجيب أهداف، ده اللي حصل في آخر ماتشين في الدوري مع الاتحاد والمصري. الماتش اللي جاي في الدوري إحنا عندنا إيسترن، إيسترن كومباني، فريق بينافس على البقاء في بطوله الدوري مع الكابتن علاء عبد العال ده ماتش يوم الاربعاء اللي جاي في بطوله الدوري مع الكابتن علاء عبد العال مدرب مخضرم عنده خبرات كبيره فالماتش مش هيكون سهل اطلاقا ان شاء الله الاهلي يكون موفق في المباراه دي ويقدر يفوز هتقولي طب وموقف الاهلي ايه من مباراه يوم الاحد اللي من المفترض ان هي مع المقصة بكره هقول لك دي حاجه احنا مستنيين فيها قرار الاداره بشكل نهائي عشان دايما احنا بنتكلم في الاطار الرسمي لكن بشوف بخلاف مباريات الاهلي الاخير ابرز مكسب للكره المصريه ابرز مكسب للكره المصريه هو ايه؟ التغييرات اللي حصلت في لجنه الحكام هتقول اللجنه هي هي هقول لك يا سيدي مش مشكله والله الاهم ان رئيس لجنه الحكام السابق وهو الكابتن عصام عبد الفتاح اللي هعيد تاني واقول على المستوى الشخصي بحترمه لكن على المستوى الاداري لا في اخطاء كبيره جدا جدا وما نجحش اطلاقا خلال الفتره اللي فاتت في ادارته لمنظومه التحكيم داخل مصر فبشوف مكسب كبير جدا رحيل الكابتن عصام عبد الفتاح. هل انا قصدي مكسب للاهلي بس؟ لا والله خالص ده مكسب للكره المصريه كلها لكل الانديه لان زي ما سمعنا كده في حوالي حاجه و90 شكوى قدام كلاتنبرج الراجل الجديد اللي يعني المناصب بتاعته اختلفت. ما بين ساعه والثانيه مره اتحاد الكره يقول لك ده جاي يطور المنظومه مره اتحاد الكره يقول لك ده جاي مشرف على لجنه الحكام مره اتحاد الكره يقول لك هو هيبقى رئيس لجنه الحكام هو الكابتن عصام عبد الفتاح واخيرا قال لك هو رئيس لجنه الحكام وحيدا بالمناسبه هيكون في حد بيعاونه في اللجنه يعني هيجيبوا واحد من الكوادر المصريه في التحكيم عشان يكونوا موجودين معاه في اللجنه هيعاونه شويه وبعد كده هيمشي ويسيب كل الامور بالنسبه لكلاتنبرج اللي كان بالمناسبه عنده اجتماع اول امبارح على ما اتذكر اول امبارح اه أو مع لجنه الحكام يعني فده مكسب جديد للكره المصريه في اطار التطوير ممكن ناس من حكامنا القدامى مثلا اللي هم كل الاحترام والتقدير من خلالنا ممكن يكون بيسمعونا دلوقتي يقول لك يا عم احنا عندنا كوادر والله كويسه يا عم احنا والله عندنا حكام كويسه يقدروا يمسكوا رئاسه لجنه التحكيم هقول لهم يا جماعه والله انا متفق معاكم جدا بس للاسف الشديد الكابتن عصام عبد الفتاح مؤخرا انت انطباع سيء قوي قوي على الكوادر المميزه اللي عندنا ليه بسبب تصريحاته الغريبه مصطلحاته الاغرب بسبب المكابره الكبيره جدا دفاع المستميت على الحكام في عز اخطائهم كل الحاجات دي بتدي انطباع سيء فالمرحله دي بالتحديد كانت محتاجه واحد اجنبي خصوصا لما يكون زي كلاتنبرج نجح في تجربته في اليونان وشفنا ابرز دليل على كده ماتش الزمالك وبيراميدز كان طاقم حكام يوناني مميز قدم مباراه بشكل جيد الى حد ما شفنا في السعوديه ازاي التطور اللي حصل في مستوى حكام الاشقاء السعوديين يعني كان كلاتنبرج ايضا موجود فعنده تجارب ناجحه فبصراحه هي خطوه كويسه من اتحاد الكوره يعني هي خطوه كويسه زي ما بننتقد اتحاد الكوره في بعض الاحيان لكن لما يكون في خطوه كويسه لازم نشيد بيها وهي دي الموضوعيه بالمناسبه مش مجرد هجوم وخلاص لا في اسباب للهجوم وفي اسباب للاشاده فطالما جه الراجل ده فده التوقيت المناسب وان شاء الله باذن هينجح بس هو محتاج ايه بقى محتاج ايه محتاج تكاتف ومحتاج مساندة من المنظومة كلها حكام آه لجنة حكام وهتكلم عن اللجنة آه لاعبين أجهزة فنية مسؤولي أندية جماهير إعلام المنظومة دي كلها لازم لازم تتكاتف عشان الراجل ده ينجح لأنه وارد قوي تشوفوا مؤامرات خلال الفترة اللي جاية على الرجل ده من من هم محسوبون على منظومة التحكيم في مصر من الوارد عايزين نتفادى الكلام ده، نسيب الراجل يشتغل يشتغل صح منتهى الصرامه والراجل ده واضح ان شخصيته قويه، عجبني قوي قوي ان في اجتماعه مع لجنه الحكام ودي معلومه مؤكده تطرق لي لعبه بيرسي تاو في مباراه فاركو الهدف اللي لغاه محمود عاشور اللي رجع بعد كده كابتن عصام عبد الفتاح كافئه كافئه بالتواجد في مباراه بيراميدز والمحله في الجوله التاليه على طول مباراه الاهلي وفاركو كحكم فار برضو اللي هو بيقول للاهلي يا جماعه انتوا يعني طلعتوا بيان انتوا يعني شايفين راجل غلطان لا هو مش غلطان فعندا في الاهلي راح حطه في مباراه بيراميدز والمحله كحكم فار وده كان سبب رئيسي مش قصدي على القرار ده لكن انا قصدي على الاسلوب ده بتاع الكابتن عصام عبد الفتاح كان سبب رئيسي في المستوى الرديء اللي كنا بنشوفه من حكامنا المصريين رغم ان هم ممكن يكون عندهم امكانيات كويسه بس محتاجين اللي يشتغل معاهم ويطورهم ويصحح لهم اخطائهم مش محتاجين اللي يدافع عنهم حتى في الغلط ده اللي كان بيحصل ووصلنا للمرحلة دي للأسف الشديد يعني فبالتالي بيرجع اعترف قال في اجتماعه مع اللجنة قال لهم يا جماعة هدف بيرسي تاو صحيح لما اتسأل على الحالة دي وقال إن الخطوط بتاعة الفار كانت محطوطة بشكل خاطئ وهدف صحيح بنسبة 100% يعني فإن الراجل يكون مثلا بيعترف أو دي تكون بداية إن هو هيكون واضح الصح صح والغلط غلط فهو ده المطلوب لان بالمناسبه يا جماعه مفيش حد ما بيغلطش هو طبيعي تغلط هو العيب انك لما تغلط ما تعترفش بغلطك والعيب انك لما تغلط او حد من حكامك يغلطوا تساندوا وتوافقوا على الغلط ده فعمرك ما هتصحح كده لكن لو ده هيكون اسلوب كلاتنبرج في ايا كان ايه هي المباراه بقى للاهلي للزمالك الاسماعيلي اي حد ان هيكون في وضوح وهيكون في اعتراف بالاخطاء اذا بالتالي هتلاقي تطوير ليه؟ لأن الأخطاء اللي زي دي تتعرض للناس في المحاضرات وتتصحح، فبالتالي تاخد بالك منها بعد كده. من الحاجات المهمة اللي ركز عليها البرج في اجتماعه مع لجنة الحكام هي إيه؟ هي حتة الفار وبروتوكول الفار، مش روح البروتوكول، انسى روح البروتوكول دي مش موجودة أصلا. انساها، انسى المرحلة دي كلها. لكن إحنا بنتكلم دلوقتي على على بروتوكول الفار بس. الراجل اتكلم قال يا جماعة في سلبيات في الموضوع ده. الحكام هنا في مصر بيقعدوا كتير جدا بياخدوا وقت كبير من الدقائق عشان لما بيتواصلوا مع الفار ياخدوا قرار تمام فبالتالي ده او دي سلبيه كبيره جدا لازم ان هو يشتغل عليها خلال الفتره اللي جايه وهو ده اللي اكده خلال خلال الاجتماع في حاجات كتيره جدا رغم ان الفار موجود عشان يصلح لكن للاسف في ازمات بتكتر وبتزيد وده عكس اللي كان بيتخيله البعض يعني فنامل باذن الله ان كلاتنبرج يقدر يقود منظومه التحكيم لمصر في اتجاه التطوير باذن الله تعالى ومحتاج مسانده من الجميع. دي جزئيه مهمه، قبل ما اطلع الفاصل سريعا حد كان بيتكلم دايما يقول لك طب ما يا جماعه اللجنه لازم تمشي. اه متفق معاك في بعض الاسماء القليله جدا محتاج تعديل محتاجه تعديل في اللجنه ومؤكد ان هيحصل تعديل في اللجنه بالمناسبه. لكن في اسماء تانية موجوده لان اللجنه دي بتبقى مكونه من حوالي 17 18 عضو يعني عكس قبل كده زمان قبل الفار كان حوالي 6 7 اعضاء في اللجنه بس في ناس تانية موجوده في اللجنه دي اصلا ما كانتش ليها دور الكابتن عصام عبد الفتاح ما كانش مديهم اي دور هم الناس كانوا موجودين بيقبضوا بس تقريبا يعني مع كامل احترام يعني او حتى لو بيكلفوا باي ادوار بتبقى حاجه هامشيه لا تذكر فما تحكمش على بقيه اعضاء اللجنه او معظمهم يعني من غير ما يكونوا اشتغلوا كان في تهميش ليهم وكان موجود الكابتن عصام الفتاح مع الكابتن احمد ابو العيله هم اللي بينسقوا عن طريق الواتساب يقول لك الحكم ده ابو العيله يحط تصور لطاقم الحكام لاي ماتش يبعد للكابتن عصام الفتاح الغير متفرغ في هذا التوقيت يا يوافقوا عليه يا اما يعدل ده كان اللي بيحصل يا جماعه بالظبط فخلينا نشوف ان شاء الله باذن الله ان الفتره اللي جايه تكون افضل في التحكيم المصري هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نتكلم في بعض الاخبار يلا اهلا بحضراتكم مره ثانيه الاهلي عنده تدريبات خلال الفتره الحاليه بيستعد من خلالها للمباريات المقبله خلينا سريعا نعرف ايه الكواليس هناك في استاد مختار التتش من خلال زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل القناة الاهلي معانا على الهواء مباشره يا توفيق اهلا بيك اهلا بيك يا امير تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان اهلا بيك يا توفيق قول لنا اخر الاخبار والكواليس عندك قبل انطلاق المران بلحظات يا توفيق يعني طبعا بعد المباراه الاخيره للنادي الاهلي يمكن خاض مباراتين في محافظه الاسكندريه بتاع الحمد لله بالفوز على الاتحاد 3-0 ومن بعده المصري يعني 2-0 الفريق عاد القاري يمكن حصل على راحه لمده يوم واحد وهو يوم الخميس وعوده التدريبات منذ الامس الجمعه وكمان النهارده بيستكمل تدريباته استعدادا ان شاء الله للفتره المقبله الفريق يمكن حالته اكثر من جيده ده ظهر على معظم اللاعبين اللي شاركوا في التدريبات امبارح وكمان النهارده يمكن سبق التدريب محاضره للجهاز الفني كان بيتكلم فيها مع اللاعبين عن اهميه هذه المرحله والاستعداد ما تبقى من عمر الموسم يمكن اللحظات اللي انا بكلمك فيها يمين باين من خلفي في الخلفيه يمكن لاعبي الفريق الاول بالنادي الاهلي نزلوا بالفعل الارض الملعب لاجراء المران الاجواء اكثر من رائعه يمكن قبل المران بيبقى في دايما تدريب لمجموعه من اللاعبين اللي كانوا خارجين لاعارات في خارج الفتره الاخيره بيتم تاهيلهم طبعا والجهاز الفني بقياده مستر ريكاردو سواريش بيبص عليهم يمكن كمان كان في اجتماع قبل المران جامع كابتن سعد عبد الحفيظ بدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي كان موجود هنا في ملعب مختار التتش كانوا بيتكلموا عن اهم اللاعبين يمكن اللي نزل النهارده وبدا حوالين الملعب وشفناه قبل بدء المران مباشره وطار محمد طاهر ان شاء الله يكون عودته كمان للتدريبات الجماعيه قريبا باذن الله ده طبعا بالاضافه لعدد كبير جدا من اللاعبين الغائبين لاصابات طويله ان شاء الله يرجعوا في اسرع وقت ويكونوا زي ما بنقول يعني جزء من كيان وفريق النادي الاهلي وكلهم يساعدوا زملائهم للمرحله المقبله ان شاء الله سواء ما تبقى من الموسم او كمان استعدادا للموسم القادم باذن الله يا طيب خلينا اسالك على حاله بعض اللاعبين يعني بالتحديد مثلا شريف سمعنا ان هو شارك في التدريبات امبارح محمد شريف نفس الحال بالنسبه لاحمد عبد القادر ايضا هل شارك في التدريبات ومستمر في المشاركه النهارده ولا الامور بالنسبه له ايه يا توفيق؟ يمكن المشاركه بالامس كانت يعني مشاركه زي ما نقول بسيطه جدا في الميران هيبان طبعا مدى مشاركتهم من عدم النهارده مع بدء المران ولكن يعني كان اكثر مره كلمت مع دكتور احمد ابو عبد قال احنا ما فيش استعجال على اي لاعب في العوده للتدريبات الجماعيه او المباريات الا وهو جاهز بنسبه 100% خلاص يمكن كان في قرار من مجلس اداره استكمال يعني الموسم بلاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا او عايدين من الاصابه في الفتره الاخيره كمان اللاعبين الناشئين فما فيش استعجال على عوده اي حد من قوام الفريق الاساسي في هذه الفتره الا بعد التاكد من سلامته بشكل تام علشان يعني زي ما نقول زي ما تبقى من موسم وكمان استعدادا انت عندك على طول افريقيا في بدايه اكتوبر او في منتصف اكتوبر هيبقى بدايه المشاركه الافريقيه باذن الله فطبعا ده هدف اكبر في خلال الفتره الجايه فطبعا هو بس نزول اللاعبين حاليا للمران او وجودهم هنا للاطمئنان عليهم وعلى حالتهم فقط ولكن المشاركه من عدمها طبعا في الاول وفي الاخر هي حق اصيل للجهاز الفني ولكن بالطبع ما فيش استعجال على اي لاعبين حتى اكرم توفيق زي ما قلت لك حالته اكثر من رائعه ومطمئنه جدا في التدريبات ولكن الجهاز الفني بيتانى طبعا في الدفع في المباريات الرسميه للحفاظ على اللاعب وللتاكد قبل نزوله ان هو من رائعة ده كان طبعا انطبق في الفتره الاخيره كمان على بيرسي تاو وما شفناهوش في قائمه الفريق او في المباريات غير بعد الاطمئنان عليه بشكل كبير يا امير فده م. اعتقد يعني الهدف اللي اتفق عليه الجهاز الفني والجهاز الطبي في النادي الاهلي هو عدم الدفع باي لاعب غير وهو سليم وقادر على المشاركه بنسبه 100% للحفاظ على اللاعبين لما تبقى من الموسم وسننادي المواسم القبله باذن الله رب العالمين. طيب هل اكرم توفيق بيقترب من المشاركه في المباريات الرسميه مع النادي الاهلي طبقا لمتابعتك للتدريبات يا توفيق ولا لسه شويه يعني؟ يعني اعتقد هيكون الدفع باكرم في اخر ثلاث مباريات من الموسم يا امير يمكن زي ما قلت لك هو حالته رائعه واكثر من رائعه لان اكرم انت عارف من اللعيبه الرجاله جدا يعني عزمته فوق ما تتخيل وزي ما اتكلمنا قبل كده مع بعض قلت لك ان هو كمان يعني المعدلات بتاعته في الرجوع فوق المخطط ليه ولكن طبعا الجهاز الطبي والفني بيحافظوا عليه اكرم لعيب مهم جدا مش بس للنادي الاهلي ولكن لمنتخب مصر كمان فاعتقد ان احنا هنبقى محتاجينه بشكل كبير جدا في الفترات القادمه فما فيش استعجال عليه ولكن اعتقد هيتم يعني الاطمئنان عليه من الجانب الفني في اخر ثلاث مباريات من الموسم عشان الجهاز الفني برده يشوفه اللاعب يكون يعني زي ما بنقول زي فتره اعداد مصغره ليه واحتكاك ليه في المباريات قبل بدء ان شاء الله الموسم القادم باذن الله أمير. طيب برنامج الفريق خلال الفتره لكن زي ما انت معايا دلوقتي طاهر حالا ورايا اه 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 اللي شايفين وراك في, الخلفيه في استاد مختار التتش يعني شايفين ان في طاهر بيتمرن وبعض اللاعبين آه اكيد بيستعدوا للعوده لكن البرنامج بتاع الفرقه خلال يعني الايام المقبله هيكون عامل ازاي يا توفيق؟ البرنامج يا طبعا الى الان موجود الفريق بيتدرب بشكل يومي طبعا باذن الله اول مباراه مقبله عندنا هي مباراه ايسترن كامباني ان شاء الله يوم 17 اغسطس الجاري في الدوري الممتاز الفريق هيتدرب بشكل عادي جدا يوميا هنا في ملعب مختار التتش بالجزيره يمكن في برنامج بقى للفريق اعدوا الجهاز الفني للاستعداد لما تبقى من الموسم التدريب هيبقى بشكل يومي في طبعا الجزء النظري والاول في غرفه المحاضرات الجهاز الفني بيتكلم مع اللاعبين تحليل ادائهم في التدريبات او المباريات بيتكلم معاهم بيحلل كل لعيب عمل ايه في المباراه إيه اللي ناقصه ايه الحاجات اللي محتاج يعملها الفتره الجايه ومن بعدها بتن... يعني بيتم نقل التدريبات لملعب مختار التتري هنا بالجزيره وبيتم بعض عمل الجمل الفنيه اللي الجهاز الفني بيحفظها للاعبين عشان يقدروا ينفذوها في المباراه باذن الله. خلاص الاهلي بكره توفيق هيلعب ماتش المقصه بشكل رسمي وخبر عاجل هقوله لحضراتكم دلوقتي انا بشكرك يا توفيق شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي. كان معانا على الهواء مباشره خبر مهم جدا هقوله لكم بس هتكلم عن تفاصيله بعد الفاصل استنونا يلا بينا عاجل وبشكل رسمي، الاهلي يشارك غدا في بطوله كاس مصر من خلال دور ال 16 ومواجهه فريق مصر المقصه في هذه البطوله بالتحديد بعد الرد الرسمي اللي وصل للنادي الاهلي من اتحاد الكوره بخصوص طلبات الاهلي اللي كان طلبها في بيانه، فخليني اقرا لحضراتكم الخطاب الرسمي اللي وصل للنادي الاهلي من دقائق والرد على طلبات النادي الاهلي بشكل رسمي تلقى النادي خطابنا اليوم من اتحاد الكره يؤكد فيه الاخير على الاستجابه والحرص الكامل منذ تولي المسؤوليه على تطوير منظومه التحكيم والارتقاء بالحكام لاعلى المستويات وان الاتحاد تعاقد مؤخرا مع الخبير الاجنبي مارك كلاتنبرغ واسند اليه رسميا قياده المنظومه التحكيميه بالكامل ابتداء من 10 8 2022 وبخصوص ما جاء في الخطاب الذي ارسله النادي لاتحاد الكره منذ ايام واشار فيه الى خطا حكم الفار في مباراه الاهلي وفاركو في الدوري اكد اتحاد الكره في خطابه على انه بالفعل تم حالة هذا الملف كاملا منذ ايام الى الخبير الاجنبي كلاتنبرغ بوصفه المسؤول الاول عن منظومه التحكيم للتحقيق في كل الاوضاع القانونيه والتقنيه واتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبيه لكن حسبما جاء في خطاب الاتحاد انه طبقا للوائح المنظمه لا يمكن الاعلان عن اي عقوبات يتم توقيعها على الحكام وذلك لصالح استقرار المسابقه ولكل اطراف المنظومه الكرويه وفي ضوء ما سبق واستجابة اتحاد الكرة باختياره قيادة جديدة لمنظومة التحكيم وتسليمه المهمة رسميا وتحويل ملف حكم الفار في مباراة الأهلي وفرقه في الدوري للتحقيق لاتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية دون الإعلان عنها تماشيا مع اللوائح المنظمة وبعد عرض الأمر بالكامل على مجلس إدارة النادي تقرر بشكل رسمي مشاركة فريق الأهلي في بطولة كأس مصر والسوبر المصري بالتبعية إذا الأهلي مطالبه اتنفذت. إذا كل الشروط اللي اشترطها الأهلي عشان يستكمل بطولة كأس مصر وبالتالي يشارك في بطولة السوبر اتنفذت. طب تعالوا نفكر بعد بالمطالب اللي طلبها النادي الأهلي. أول حاجة إقالة لجنة الحكام برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح ده كان أول مطلب. تاني مطلب التحقيق مع محمود عاشور حكم الفار في مباراة الأهلي وفاركو واللي ألغى هدف صحيح بنسبة مليون في المية لبيرسي تاو. دي كانت مطالب النادي الأهلي وبعد المطالب دي الأهلي في الخطوة الثالثة أو في النقطة الثالثة قال لك إيه؟ قال لك يا جماعة أنتوا لو ما نفذتوش المطالب دي وما حققتوش في الكلام ده إحنا مش هنشارك في بطولة كأس مصر ولا حتى هنلعب ماتش السوبر مع الزمالك المقرر ليه في شهر أكتوبر المقبل بأبو ظبي. فاتحاد الكره على مدار الايام اللي فاتوا عمل ايه مغير رئيس لجنه الحكام اللي هو كابتن عصام عبد الفتاح وجاب كلاتنبرج بشكل رسمي بقى هو اللي ماسك المسؤوليه من يوم 10 8 تمام اتحاد الكره كمان اخطر الاهلي بايه قال لهم يا جماعه انتوا كنتوا طالبين ان يبقى في تحقيق مع محمود عاشور بالفعل في تحقيق مع محمود عاشور لكن مش هنعلن عن العقوبات طبقا للايحه وطبقا لمصلحه منظومه التحكيم لان دي حاجه يعني دايما بتحصل اه ممكن يبقى في عقوبات يبقى في اخطاء بيتعاقب عليها حكامنا لكن في نفس الوقت مبيبقاش في اعلان عنها وبناء عليه الاهلي خلاص كده شروطه اتنفذت فبالتالي الأهل هيلعب في مباراه المقصه بكره وبالتبعيه هيشارك في مباراه السوبر امام نادي الزمالك اللي هتكون في ابو ظبي فترقبوا خلال يعني الساعات القليله جدا المقبله خلاص الفريق بيستعد طبعا من خلال مرات اليوم لمباراه المقصه وبالتالي هيكون في قائمه للفرقه والامور هتبقى ماشيه بشكل طبيعي بعد ما الاهلي حقق كل اللي هو عايزه بالمناسبه بقى هل ده ضعف من اتحاد الكره لا اتحاد الكره عمل كده ليه لان شاف ان الاهلي عنده حق والاهلي لما بيطلب طلبات مش بيطلبها عشان يفرض عضلاته ويقول لك لا انا جامد قوي وكلام ده لا الاهلي بيطلب طلبات بعد ما سبر كتير قوي بعد ما فاض بالكيل بشكل كبير من منظومه التحكيم في مصر ومن الاخطاء الكارثيه اللي افقدت الاهلي عدد هائل من النقاط كفيل بمنافسه الاهلي القويه على بطوله الدوري هذا الموسم فقال لك لا بقى احنا يا جماعه لازم يبقى في وقفه لازم يبقى في حل انا طلباتي واحد اثنين تمام اتنفذت الطلبات دي عشان الاهلي عنده حق فبالتالي خلاص كده الاهلي خد اللي هو عايزه وبالتالي الاهلي هيلعب مباراه المقصر الفتره اللي فاتت كان محمود عاشور ما كانش فيه اي تحقيق معاه لكن كان في شكوى من الاهلي الكابتن عصام فتاح كالعاده تجاهل تجاهل شكوى الاهلي وما بصش فيها بل بالعكس أشد بمحمود عاشور وقال لك هو الراجل اصلا ما غلطش رغم ان العالم كله قال لك محمود عاشور غلط بما فيهم كلاتنبرج الراجل الجديد لكن عند في الاهلي كان في توجه من الكابتن عصام فتاح لاحراج النادي الاهلي لاحراج النادي الاهلي عشان كلامنا يبقى واضح تمام لكن اتضح ان محمود عاشور غلط لو ما كانش غلط ما كانش اتحاد الكوره حقق معاه او ما كانش حول الشكل لتلاتنبرج اللي انا بقول لحضراتكم في اجتماعه مع لجنه الحكام اقر بخطا محمود عاشور لكن مش هيكافئه الفتره الجايه اللي كافئه خلاص الكابتن عصام عبد الفتاح اللي رحل بشكل رسمي من لجنه الحكام باتحاد الكوره لكن احنا في عصر جديد مع كلاتنبرج ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق لكن خليني اعيد على حضراتكم واكرر تاني الاهلي خلاص غدا هيلعب مباراة المقصة في دور 16 من بطولة كاس مصر للموسم الحالي بعد الاستجابة لمطالبه في خطاب رسمي وصل للنادي من دقايق من اتحاد الكور اللي أقر فيه بشكل أو بآخر بأحقية النادي الأهلي في طلباته واللي نفذ طلبات الأهلي تاني عشان الأمور تبقى واضحة للجميع الأهلي كان طالب إن يكون فيه لجنة حكام جديدة أو رئيس لجنة حكام جديد، ده حصل في لاتنبرج كان كابتن عصام عبد الفتاح، الأهلي كان طالب التحقيق مع محمود عاشور، اتحاد الكره قال للاهلي فعلا يعني تم تحويل الشكوى بتاعتك ليك لاتنبرج واكيد هيكون في تحقيق خلال الفتره اللي جايه بناء عليه بشكل رسمي يا جماعه الاهلي هيلعب بكره على المقصه وبالتبعيه شارك في مباراه السوبر مع الزمالك في شهر 10 المقبل. اذا دي كل الامور وهذا الخبر الهام والعاجل. نروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه خلينا ناخد الترند العالمي وابرز الاخبار العالميه بتحديد نبتدي بحساب البالندوج على تويتر واللي اعلنوا من خلاله عن الاسماء المرشحه للكره الذهبيه هذا العام واكيد بيتخلل هذه الاسماء اسم نجمنا المصري محمد صلاح وموجود معاه طبعا كل من تيبو كورتوا هذا الحارس الفذ بصراحه يعني ورافائيل لياو لعب ميلان كريستوفر كونكو لاعب لايبزيج ويوشوا كيميتش بايرن ميونخ طبعا ترينت الكسندر ارنولد ليفربول فينيسوس جونيور ريال مدريد برناردو سيلفا مانشستر سيتي لويس دياز من ليفربول كانت مفاجاه بالنسبه لي لويس دياز بصراحه انه يكون موجود روبرت, روبرت ليفاندوسكي برشلونه رياض محرز مانشستر سيتي كاسيميرو ريال مدريد سون من توتنهام فابينو من ليفربول كريم بنزيما ريال مدريد ساديو ماني بايرن في الفودن مانشستر سيتي هاري كين توتنهام داروين نونيز ليفربول مايك ميانان ميلان وكريستيانو رونالدو بيستمر في التواجد بجانب لوكا مودريتش ريال مدريد كيفن دي بروين مانشستر سيتي هالر بورسيا دورتموند انطونيو روديجر ريال مدريد فلاهو فيتش يوفنتوس ايرلينج هالاند مانشستر سيتي كانسيلو مانشستر سيتي فيرجيل فان دايك ليفربول كليان امبابي باريس سان جيرمان دي قائمه المكونه من 30 لاعب مرشحين واحد فيهم هياخد افضل لاعب في العالم وجائزه البالون دور حساب ليفربول على تويتر بيتكلم عن انهم عندهم سته مرشحين للفوز بالجائزه دي ترينت الكسندر ارنولد تابينو داروين نونيز لويس دياز فيرجر فان دايك وطبعا نجمنا العالمي محمد صلاح عدد كبير بالمناسبه يكون موجود في فرقه واحده دي حاجه جيده طبعا كمان حساب المنتخب الفرنسي على تويتر اللي بيحتفي بترشيح اربعه من لاعبين الفوز بجائزه الكره الذهبيه كليان امبابي وكونكو وايضا بنزيمة وايضا هذا الحارس اونانا اعتقد ففي نفس الوقت يعني خليني اقول لكم ان الاقرب اكيد كريم بنزيما يعني لان بعد موسم عظيم أداه خلال الفتره اللي فاتت لكن اكيد احنا بنتمنى عن نفسنا محمد صلاح نجم مصر ان هو يفوز بالبالون دور طيب خلينا نبتدي بجابر عوض وده كان سؤال حلقتنا النهارده تتوقع مين اللي يفوز بالجائزه قال لك محمد صلاح كمان نروح ل عبد الرحمن محمود اتمنى محمد صلاح ولكن اتوقع كريم بنزيما تحياتي لك يا امير تحياتي لك يا عبد خلينا كمان نروح للمهاجم عبده سمير زهران ماشي قال مساء الخير افضل لاعب ان شاء الله هو محمد صلاح يا رب نتمنى طبعا نروح كمان ليوسف محمد الكريم بنزيما ده الاكثر منطقيه نروح لمصطفى فوده قال الملك المصري محمد صلاح افضل لاعب في العالم حاليا وعامل موسم او مواسم متتاليه بس بنزيما اللي هيكسبها علشان دوري الابطال ومجهوده اللي عمله في البطوله وهو يستحق ايضا تتويج بها برده و مبروك عليه من دلوقتي الحكومه طبعا الحكومه ده اللقب بتاع كريم بنزيما عند عشاق ريال مدريد يعني بسام عادل ابو مكه قال بلغه الارقام فبالتاكيد هو ما فيش غيره نجم ريال مدريد كريم بنزيما نروح لمين بعد ماشي نروح لعزه النجار اتمنى يكون محمد صلاح فخر مصر والعرب كلنا نتمنى كده طبعا اخر تعليق هاخده عبده شعبان قال لك اتوقع انها سوف تكون لمحمد صلاح فخر عرب بدون مناقشه نتمنى نتمنى عبد واكيد نجمنا المصري محمد صلاح ان شاء الله يكون موافق في هذه الجائزه، قبل ما اختم لازم اعيد على حضراتكم واكد ان الاهلي بشكل رسمي هيشارك في مباراه المقصه بكره في بطوله كاس مصر، وايضا في بطوله السوبر امام نادي الزمالك بعد استجابه اتحاد الكره لطلبات النادي الاهلي من خلال ارساله لجواب رسمي وخطاب رسمي للنادي من دقائق اعلن فيه عن كل مطالب النادي الاهلي وتنفيذها، فبالتالي خلاص الاهلي نفذ ما اراد واتحاد كره الكره اقر باحقيه النادي الاهلي وبالتالي الاهلي هيشارك في كاس مصر وايضا في السوبر والاهلي عايز العداله هو مش عايز اكتر من كده يعني وله كل الحق طيب دي كانت حلقتنا النهارده من الترند ليس لدينا المزيد وغدا كل جديد في حلقه جديده من نفس البرنامج فاستنونا السلام عليكم